بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، لقد كثر في هذه الآونة الأخيرة تدريس المرأة للنساء في المسجد، حيث تتوجه كثير من النساء إلى هذه المرأة تحلقن حولها، ولقد أفتى بعض العلماء ببدعيته، فما صحة هذه الفتوى؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الأولى بالنساء أن تكون في البيوت. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. والمعروف من السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء يخرجن للصلاة مع المسلمين، ويستمعن أيضا للدروس التي يلقيها الرسول صلى الله عليه وسلم، استمعن لذلك ويسألنا إذا أشكل عليهن شيء. أما أن يقام للنساء حلقات في المساجد فهذا شيء ليس معروفا في تاريخ المسلمين، هذا الشيء ليس معروفا في تاريخ المسلمين أنه يكون للنساء حلقات في المساجد، وإنما تكون حلقاتهن في بيوتهن، في البيوت أستر لهن وأبعد وأتبع للسنة، وبيوتهن خير لهن. نعم. وإذا تجرأ النساء على هذا، خرجنا وعقدنا حلقات في المساجد، هذا يجريهن على الخروج من البيوت، ويجريهن على البروز، ويفتح لهن الأبواب المغلقة التي إغلاقها خير لهن من فتحها لما فيها من الفتنة. والأمور تبدأ شيئا فشيئا ثم تكثر، أول الشيء سهل ثم يتعاظم ويصعب بعد ذلك منعه.